بعد المجازر التي ترتكب كل يوم من طرف جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ بدء معركة طوفان الأقصى والتي خلفت آلاف الشهداء أغلبهم نساء وأطفال، هب الشعب الجزائري بمختلف أطيافه وفي عديد الولايات كباراً وصغاراً، رجالاً ونساءً، نصرة لفلسطين وتضامناً مع غزة وتنديداً بالعدوان. مظاهرات حاشدة ومسيرات بمئات الآلاف جابت أرجاء الوطن، مطالب بفك الحصار على غزة ومحاسبة الاحتلال. الجزائريون طالبوا بمساعدة أهل غزة وفتح المعابر لإدخال المساعدات. الإعلام الجزائري كان حاضراً من خلال التغطيات الميدانية أو من خلال يوم مفتوح وبث مشترك بين قنوات جزائرية هي قناة البلاد، قناتي الشروق، الوطنية، الحياة، الأنيس، دعماً للشعب الفلسطيني. الشعب الجزائري على غرار شعوب الأمة الإسلامية خرج ليسمع صوته ويعبر عن تضامنه الكامل مع الفلسطينيين، على أمل أن تكون هناك تحركات سياسية في الميدان تنهي معاناة الشعب الفلسطيني وتسترجع حقوقه المسلوبة.